النهارده يعود الينا مره اخرى للدوري الممتاز دوري نايل فريق بتروجيت. بتروجيت اللي ياما طلع من عنده نجوم كثر ولاعبين رائعين جدا. النهارده فاز على فريق رايا 3-2 في الدور الثاني من دوري المحترفين، رفع رصيده الى النقطه 57 ويكون اول الصاعدين للدوري الممتاز هذا الموسم. بتروجيت غايب عننا بقاله خمس مواسم كتير. اعتدنا احنا بتروجيت في الدوري الممتاز، كان هبط في موسم 2018-2019 لكنه يعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز. طيب معايا عبر الهاتف الآن اللاعب السنغالي إسماعيل بامبا، مهاجم وهداف فريق بتروجيت وهداف الدوري المحترفين، واحد من أهم اللاعبين اللي ساهموا في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز. مساء الخير، مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، بهنيك على الصعود للدوري الممتاز. ايوه مساء الخير كابتن. بهنيك على الصعود الى الدوري الممتاز، الف مليون مبروك. شكرا، الله يبارك لك، الله يبارك لك في ربنا. العربي كويس؟ ايوه العربي كويس، واضح. طيب قول لي فرحتكم النهارده بالصعود، بتروجيت واحد من الفرق الكبيره في كرة القدم المصرية وله باع كبير في الكرة المصرية، هبط إلى الدوري الدرجة الثانية من خمس مواسم، الآن يعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز، صف لي هذه الرحلة نحو الصعود مرة أخرى للدوري الممتاز. أول حاجة أقول مبروك على مكسب نارو وعلى صعود الدوري الممتاز. ببارك لك لصحابي لكل ناس في الفريق ومدير فني كابتن سيد، أمل نتيجة كبيرة جدا معانا. وكان تعبنا فترة جدا جدا يعني جدا أول، وربنا بارك لنا بالصوت، بقول له مبروك على كل اللاعب وكل فريق. اللعب في الدوري الممتاز حاجة أكيد تستناها أنت وكل زمايلك. بإذن الله إن شاء الله يا رب. الفريق حاسس إنه قادر على التواجد وسط الكبار في الدوري الممتاز؟ حصل ينفع ان شاء الله نعمل كده، وان كل بيسالني بتروجيت الممتاز، ويعني مكان بتروجيت الممتاز. صح، عندك 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 حق 100%. انت مستمر مع فريق بتروجيت؟ عقدك ممتد مع فريق بتروجيت؟ ان شاء الله ان شاء الله مستمر. ايوه مستمر. طيب تمام. انت متالق جدا في دوري المحترفين ومسجل 13 هدف، في وسط هذا التالق جالك اي عروض من انديه الدوري الممتاز؟ لا 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 لسه وفضل السنه مع بتروجيت وانشوف ايه يحصل خير يعني، وربنا يكرمنا اكمل معهم طبعا واقعدهم في الدوري ان شاء الله ان شاء الله. طيب قول لي بقى حكايه العربي ده، اتعلمت العربي ازاي؟ على الناس هنا في البلد. علمت عربي على الناس في البلد هنا وفي النادي كتير. النادي انا رحت كان لعب في الداخليه وشرط بكلم معهم يعني بلغه البلد كده. انت في مصر بقالك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين وتعلمت عربي اهو ما شاء الله، بس عربي كمان وعربي حلو كمان يعني. بحاول. مين اللي ساعدك في ده؟ زميلي في النادي، هم اصلا مش بيتكلموا معايا انجليزي، بيتكلموا عربي بس، وانا كده بسمع بفهم بأسهل عشان كده فهمت بسهوله يعني. مين اكتر واحد هو اللي علمك بسهوله؟ كتير، انا عديت انديه كتير، لعيبه كتير. في حد بعينه يعني فضل قاعد معاك ويقعد يعلمك؟ لا 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 لعيبه بس. كله تمام. طيب على ضوء متابعتك للدوري المصري بقى الممتاز، الدوري الممتاز، مين اكتر اللعيبه الاجانب اللي انت بتحب تتفرج عليهم المحترفين اللي موجودين في الدوري المصري؟ دلوقتي كنت بفرج في لعيبه بيلعب في سيراميكا، بفرجهم كتير قوي قوي. لا انت مين من اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري اجانب بتحب تتفرج عليهم؟ ايوه لاعب في سيراميكا مش عارف اسمه. لاعب موجود في سيراميكا. سيراميكا مش عارف اسمه. اسمه عشان اسمه صعب عليا شويه، بس بشوف بفرج وعارف رقمه. بفرج كتير، رقم 8 بتاع سيراميكا ده. تمام. ايوه بفرج كتير. اسماعيل بامبا مهاجم وهداف فريق بتروجيت الصاعد حديثا الى الدوري المصري الممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.